أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي في منتصف تعاملات جلسة اليوم، فقد ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 رئيسي بنسبة 2.21%، كما صعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.57%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسط نطاقا بنسبة 2.28%. مينا بشرى معنا من مقر البورصة، أو عفوا جيرمين إبراهيم مراسلة أون لايف معنا من مقر البورصة المصرية. أرقام كبيرة جدا جيرمين وصعود جماعي، ماذا لديك من تفاصيل؟ ما السبب وراء كل هذه الأرقام المرتفعة؟ مرحبا بك ولاء. كما ذكرت هناك ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية، اللون الأخضر بيسيطر على المؤشرات منذ بداية جلسة اليوم وحتى منتصف التعاملات، مدعومة بالاتجاهات الشرائية للمستثمرين الأجانب والتي دفعت بكل المؤشرات إلى المنطقة الخضراء. لو تحدثنا أيضا عن مؤشر اي سي اي جي اكس 30 والذي وصل إلى يعني منطقة أو نقطة تاريخية لم تسجل من قبل بارتفاعه ب 2.18%، ليصل ل 14530 نقطة، وهي النقطة التي لم يصل إليها من قبل، والارتفاع بيقدر ب 300 نقطة منذ بداية تعاملات اليوم. أيضا مؤشر اي جي اكس 70 ارتفع بنسبة 2.42%، مسجلا 801 نقطة، وبفارق يتجاوز ال 20 نقطة من بداية تعاملات اليوم. أيضا مؤشر 100 ارتفع بنسبة 2.17%، مسجلا 1857 نقطة، وبفارق اقترب من ال 40 نقطة من بداية تعاملات اليوم. أيضا مستوى السيولة تجاوز ال 900 مليون، ونحن نتحدث منتصف تعاملات اليوم، بإجمالي عدد عمليات 20210 عملية. أيضا يعني حتى الآن تم التداول على 174 سهما، ارتفع منهم 129 سهما وانخفض 23 سهما، بينما حافظ 22 سهما على ثباتهم. أنشط القطاعات حتى الآن قطاع البنوك، بيليها قطاع الاتصالات وقطاع العقارات. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك، بننتظر طبعا ساعة الغلق. جيرمين إبراهيم مراسلتنا من مقر البورصة المصرية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والأرقام. تراجعت صادرات المجلس التصديري للصناعات الطبية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 375 مليون دولار مقابل 416 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن هناك 10 دول تستحوذ على 66% من صادرات القطاع، تحتل المرتبة الأولى المملكة العربية السعودية بقيمة 48 مليون دولار، يعقبها اليمن بقيمة 42 مليون و240 ألف دولار. أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالية قيمة الصادرات لدول شرق آسيا سجل 17 مليار و700 مليون جنيه عام 2016 مقابل 15 مليون ونصف المليون جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 14%. وذكر الجهاز في نشرته السنوية عن التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا أن إجمالية قيمة الواردات من دول شرق آسيا بلغ 181 مليار ونصف المليار جنيه عام 2016 مقابل 151 مليار و600 مليون جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 19.7%. قال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد تراجع 3.4% إلى 97.9 نقطة في نوفمبر الجاري، ليواصل انخفاضه من أعلى مستوياته في 5 سنوات والذي سجله في أغسطس الماضي. ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز 100، بينما يشير إلى توقعات متشائمة حين ينزل عن هذا المستوى. وكانت آخر مرة نزل فيها المؤشر عن مستوى 100 في يونيو الماضي حين بلغ 98.9 نقطة.